يا هلا سنابيز، جبت لكم احلى مفاجأة. اروق مكان في الرياض وزين قهوة. وش رايك بالقهوة يا ريت؟ تفوز تفوز قهوتهم. الحين بحط لكم اللوكيشن، ارفعوا الشاشة على فوق وتحصلون خصم، احلى واقوى خصم لكل متابعيني. يا هلا والله. اوف اوف اوف، وش السالفة؟ ليكون عندهم ميسي. شفت هذا سنبي عامر؟ ايش اسمها؟ ايش اسمها؟ يا ابويا من كثرهم نسينا اسمها، كل ما حفظنا اسم طلعت واحدة ثانية. ايه ذي السخيفة اجوان. ما شاء الله عليك حافظ اسمها، انا يلا حافظ اساميكم، تعالوا نشوف ايش السالفة. ما شاء الله ما شاء الله، كلكم مجتمعين على هالمقشع. يا قليل الأدب، يا قليل التربية. أنا أوريك الكوميدي، كل شيء مسجل عندي. أنا قلت شيء يا عيال؟ يا أخي ما أنت بصاحي، وش جاك تغلط عليها؟ والله لو رفعت عليها قضية نروح فيها. يا حبيبي ما غلطت عليها، أنا قلت الحقيقة، وجهها مقشع. ترى تقدر ترفع عليك قضية تنمر في مكان عام، فيها غرامة وسجن. انتبه يا عامر، يمكن يقبضون عليك. لو سمحت يا أختي. أنت تسبني وتلحقني لبيتي؟ والله إنك ما تستحي على وجهك. الحين أنا أوريك أبلغ عنك الشرطة. لا لا خلاص خلاص، بمشي بمشي. رح وش فيه سيما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء؟ فيك شيء يا عامر؟ ما فيني شيء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت حلم مزعج، شفت وحدة رابطة رجلك بحبل وتسحبك. وبعدين وش صار؟ ما أدري. الله يحفظك من كل شر. طيب وشلون شكلها؟ مقشع ولا حلوة؟ ما أتذكر يا أمي. اسمعني، راح أتوضى وصل وأقرأ أذكارك. طيب طيب. تم القبض. تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثاني. شفت حلم مزعج، شفت حلم مزعج. يما لا تكفى يا ياسر، والله ما نمت من البارح. خل نروح لمها ونحل الموضوع ونقفل القضية. الحين طول بالك وروق، بإذن الله الموضوع بينحل. حلوم حلوم حلوم، عجزت أنام أمس، عجزت أنام. ما عليك، روح من بيته وخلنا نحل الموضوع. شوف يا جوان، في عقد إعلان مرة حلو بيجوز لك، بس وشو؟ معلنين يبغون يجلسون معك ويشوفون نسبة مشاهداتك. أصلاً مشاهداتي كلها كم يوم نازلة؟ 60 70 100 ألف. إيش قاعد تقولين تستهبلين؟ الأسبوع اللي فات كانت مليون وشي، شلين نزلها الكثر؟ مليون مشاهدة علشان الإثارة اللي سويناها مع ذيك وزوجها، إيش فيك نسيتي؟ معناته إحنا لازم ندور لنا على محتوى يحرك المتابعين، ترى كذا الوضع ما يصير. يا ذا المحتوى اللي جنني، ما في شيء ما سويناه. قضى معلي، خليني انا بشوف وبتصرف، ندور محتوى لين ما نشوف لنا حل المصيبه اللي احنا فيها. شكل المعلن جاء، الحين وش اسوي؟ معلي انت خليه يدخل الحين وانا بتصرف. سيلا. يس ماما. افتحي الباب. يس ماما. ها وش نسوي؟ شوفي، كل منتج نعلن عليه لازم يكون فيه مصداقية، يعني لازم نجربه، وهذه حجة وحاجة ان احنا نأخرهم. والله ما انتي بسهلة. أتشر بجيح تغلط علي وتدخل بيتي؟ والله مالي دخل، الشغالة فتحت لي الباب وقالت تدخل. يا اخت جوان، وهو جاي يعتذر ومستعد يسوي اللي تبينه. برا، اطلع برا. جوان هدي هدي، جوان هدي، خلينا نشوف الرجال ايش عنده. يعني انت الحين متنمر عليها
ولاحقها لين بيتها ومقتحم بيتها وداخل لين الصالة. يعني تقريبا هذه فيها غرامة ما يقل عن 500,000. وتم القبض. الله عليك، يعني واضح عليك انك فاهم وعارف. بعدين انت مبين عليك انك شخص طيب ومسكين، وجهك مو بوجه مرمطة وبهذلة. معلش يا اخت أريج. والله هو نعم اخت أريج، ترى الولد مساكين حالته صعبة، وابوه فيه الضغط والسكر. ابوي انا؟ اي ابوك. اي صح، ابوي فيه الضغط والسكر وفيه كوليسترول بعد. ايه، وامه لو درت ان ولدها بينسجن تجيها جلطة. صح يا اخ ياسر، تقدرين تدلعيني يا سوري؟ يا سوري. اي ونعم يا سوري. شوف انا بحللك هالموضوع بس بشرط. وشو؟ تنفذ كل شيء اقول لك اياه بالحرف الواحد. ابشر بعزس، انفذ لك اللي تبين. لا 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 لا، تبيني اتزوج بوطنية؟ صاحية انتي صاحية؟ اوه ماي جاد. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك، تركتي بتطيحيني معاك. اسمعيني، انا صاحية ومركزة وعارفة ايش قاعدة اقول لك مرة زين. بطلي عنك العصبية واسمعيني. الحين انت مو تبين اثارة محتوى في سناب؟ ردي علي. ما ابي. هذا هو المحتوى. اسمعيني، سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة، بيرفعون عندك الفيو ويزيدون عندك السناب، فهمتي؟ وبعدين ايش فيك انتي؟ ترى هذا زواج شكلي مو بزواج صدقي. طيب زواج شكلي بس يصور معي سناباتي ويطف وجهه وينقلع. ما ينفع الثاني؟ ما ينفع كفتة. اوف 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 اوف، من وين ليش ذا كله؟ خلصني، انا الحين بصورك وبتكلم. اول ما اشر عليك ابيك تقول تستاهلين اكثر حبيبتي. طيب ابشر. ابتسم. طيب خلاص لا تنفخين. هاي سنابيز، ادري انكم بتفاجئون بس انا لي 5 سنوات مخطوبة والبارح كان عرسي وهذه هداياي وهذا قلبي عامر. هلا والله هلا والله وسهلا، تستاهلين اكثر يا عمري. ها كيف ممتاز. رح كم من 10؟ رح. وين اروح؟ رح بيتكم خلصني. طيب خلاص اوكي. هلا والله هلا والله وسهلا. هاي سنابيز، ما شاء الله تزوجت؟ من هي؟ أختك؟ لا يا ابن الحلال، وش اللي أختي؟ هذه السنابية جوان، لو تشوف زوجها ايش معطيها هدايا. إيه مو بنا، مالت علي وعلى حظي. وأنا وش دخل أهلي بجوان وهداياها ولا زوجها هالرمة؟ الله لا يوفق من صنع الواي فاي والسناب. ما تشمين غدانا احترق، قومي تعالي نشوف المشاهدات. خلينا نشوف. خلال ساعة واحدة 400,000 مشاهدة؟ إن شاء الله نهاية اليوم 2,000,000. شفتي قلت لك أصلاً سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة. الله يعطيك العافية. عشان تاني مرة تسمعين كلامي. الحق ولدكم الخبل. خير وش صاير؟ عامر تزوج. لما عزمنا؟ اسكت انت. هاي سنابي، هذه عرفها بسناب مشهورة. شش. انا من 5 سنوات مخطوبة والبارح كان زواجي. عجيب. وش هالبنت ذي كاشفة راسها قدام الناس؟ يا فضيحتنا. لا وجايبها هدايا. طيب منين الروس هذه؟ وانت بس هذا اللي هامك؟ وين وين؟ اهلين يا زجوان، عاد ما اطول عليك. لا والله ابتلشنا، شكل العالم كله درت. انا اوريك بعدين اوريك. الله
الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف أسري. أي عنف أسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعة اللي مسويها أنت يا هالسلوقي؟ طب هدو هدو هدو، تذكرين يما الحلم اللي قلت لي إياه، الحلم الحرمة اللي تربط برجولي حبل، تذكرينه؟ أنا اللي بلي ظهرك بهالعصا. أي أي قلتها لا بارك الله فيك، والله غصبر عني يبا، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي. ايش اللي يكفيكي؟ اجري ديبه تكفى. امسكي يا ابو عامر. خل جوال تنفعك يا زواجك. اوف 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 اوف، وش ذا الموتر؟ اسمعي يا المقشع، ابوي وامي طردوني من البيت وزعلوا علي، وهم اهم اثنين بحياتي. انت شفت السياره اللي برا؟ اي شفتها. هذه هديه لك. لي انا هديه لك؟ شف انا بربط عيونك، طيب بصور سنابه، ابيك تمشي معي وبفكها وابيك تفاجأ. وليش اتفاجأ؟ انا دخلت وشفتها خلاص. اجل نجلي، وش فيك عبيط كذا؟ سو اللي قلت لك عليه وبس. ترى ها تم القبض. لا 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 خلاص، بسوي اللي سلي تبين، كلش الا تم القبض. بس اسمعي، اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب، اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف 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 سبرايز. شوف هناك، شوف هناك. اوه اوه اوه، هذه ليانا. لك يا قلبي يا حبيبي، كثر الله خيرك، الله يوفقك الدنيا واخره. والله انا مصدق عيال. اوف اوف اوف، هذه ليانا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفره. ما يترك طبعا. يلا نطلع. يلا يلا. بعد اذنكم بعد اذنكم يا شيخ، وش اسوي لك انا؟ انا وش اسوي لك الحين؟ خلصنا، يلا مع السلامه. وي وي وي، تعال 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 تعال، باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري، عجبتك السياره؟ اي والله مره ما شاء الله ممتازه. يا بعد عمري تكسرها بالعافيه لب دلالك. الله يعافيك، ما قصرتي. الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ إي جاهز جاهز، وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرت، الله يعطيك العافية. وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرس. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي، إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا. اوف 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 اوف، اخس يا عامر اخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون ازواجهم. من تقصد؟ من اقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. بس هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. الله خيرك، الله يوفقك الدنيا واخره. يا حظك يا عامر، صح انه نشب نشبه بنت لذينه بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بوداك يدعايش الدور انه زوجها؟ بس صدقوا يستاهل عامر، يا ليتني قلت مقشع بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يما ايش فيكي؟ هدي هدي هدي، لا تعبي نفسك بالتفكير، ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وانا ماني بمرتاحة. يما شكلك ما تدرين، عامر مبسوط، جده سيارة قيمتها 500,000. شوف شوف. قفلي خلاص قفلي، ما ابي اشوف مقاطعة ولا اتوريني اياها. يلا اسمع، ابيك تسوق بسرعة طيب، وانا بصور وبسولف معك. فجأة بقول لك عامر وبيك تدعس فرامل بقوة، طيب؟ وليه الأكشن هذا كله؟ خليني أشوف لي عمود وأحطه بنص جبهتك هذه البرحة. وشو؟
فال الله ولا فالك، سوي اللي قلت لك عليه وبس، فهمت؟ يا مهبولة، أهلي بيشوفون المقطع يصدقون، وش فيه سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك كثرت ها؟ هذا حادث بسيط الجس نبض المتابعين وبس، بنطلع منها سالمين، كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا 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 عدس ما بي، خلاص أبشري سمي. هاي سنابيز، اليوم أنا وحبيبي عامر رايحين البوليفارد وماخذين في آي بي ومرة مرة مرة متحمسين، وش رايك حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله، الله ستر علي أنا وزوجي، تعرضنا الحادث في الحديد ولا فينا بدل السيارة ألف يا ناس، أذكر والله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. خلاص سويت الدراما حقتك، ضبطت المحتوى، عادي لهنا وكفاية، احذف المقطع، تراك أخذت حقك وزيادة. ألو حيدر، يلا يجي بسرعة ياخذ سيارة، يلا عشان ما يحسب علي يوم زيادة. هاي سيارة الرنج، لا يكون تحسب بعد تبي تسوقها، ترى يا جار المفتاح، يلا المفتاح. أعوذ بالله أعوذ بالله منك ومن عينك. خير وش فيه؟ جوان وزوجها صار لهم حادث. أم عاد، إذا عجبك شيء بعدين أو جاز لك قل ما شاء الله اذكر الله عليه. يا حسابة يا الرنج. أها، يعني كل اللي يطلع للناس كلام فاضي. نصابة، كل حياتها قص ولصق، بهذلتني الله يقلعها. دحين معقولة طول الوقت ده وانت معاها ما قدرت تاخذ الجوال وتحذف المقاطع؟ والله صادق شكوش، ورا ما تزرف جوالها تحذف مقاطعك وتفتك منها. محمود يسعد المبروك. سلامات، وش في بطرس منتفخ؟ ماكله فلافل؟ مجهزة المحتوى مرة قوي بيكسر الدنيا، بيخلي اسم جوان السوبر ستار فوق. علينا يا موضي سعد مبروك. وش هو؟ أنت وش دراك باسمي؟ مفتش بشنطتي؟ ايه لا تصرفين، مسمية نفسي سجوان وانت اسم سموضي. اتسيت اتفاقنا؟ أزل يدس ولا تمدينها، اي اتفاق؟ انك تسوي كل اللي اقول لك اياه مقابل اني احذف مقطع المقشع. علشان كذا كل يوم تسوين دراما وتسوين اكشن، والحين مسوية نفسي حامل على اساس الناس بيصدقونس. اكيد بيصدقوني، انا جوان ولي قيمتي في المجتمع، اصل المتابعين دلوخ يصدقون اي شيء. شفت النصابة تقول عنكم دلوخ، وأنا صورت المقطع هذا علشان أثبت لكم إن كل مقاطعها دراما وأكشن ونصابة. أنت صورتني؟ إيه صورتس يا المقشع يا التفيخة، هذه فائدة الثوب البني. والحين عندس خيارين، يا أما أن استحذفين المقطع ولا تم القبض. والله يا ابو عامر ما حصلنا لها زبون لها الحين. في شارع الخزان قابلت لي انسان فيه الحلا الوان سبحاني من صور في شارع. ابو زيد هل اشوفه بالطبيعه ولا بالتلفزيون؟ يا والله في الطبيعه في الطبيعه. مساء الخير. موسى الفل يا مرحبا. سمي عامر تدلل تفضل. تسلم
تسلم كلك دوق، ما عرفتني. معت ابو زيد محسوبت. وانا ابو عامر. تشرفنا وياك ايه. ايه؟ ايه من اليابان. سمي. اريد لي شقة صغيرة حلوة مرتبة اذا عندك. شلون ما عندي؟ عندي 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 شقق مو بشقة. مشي. يلا مشي. وين بتروح انت يا ابن الحلال؟ انا بوريها شقة وارجع. خليك في المكتب خليك. ام عاصي رجلي على رجلك. هذه عاد اتحدى تسلقين بها عين. ما ناقصها الا شوي اكسسوارات وبويات وتدلي تلق. يا ربي هم عجبتني، ماكو غيرها؟ شو ماكو؟ الا اكو غيرها. الشقة راعيها طالب فيها 30,000، وانتي علشانك بنحاول نخليها ب20,000 علشانك بس تستاهلين عيونك. اقول لك ايه؟ ما عجبتني، ماكو غيرها؟ الا اكو غيرها. تفضل. كلش بشعة هاي الشقة، ما عجبتني ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله، يا بنت الحلال هذه رابع شقة وانتي تشوفينها ولا عجبت شيء. اسمح لي افهمك شنو اريد بالضبط، خلينا نروح للمكتب ونقعد هناك نتفاهم. قبل ما نروح للمكتب انا عندي مطعم مفضل عندي بالحيل، نروح نفطر فيه وبعدين نروح للمكتب. تشتي مقلقل يا قلبي؟ نو ثانك يو. اذنب قلقلة دروسك، اذنب اذنب. قولي يا عمري ايش بيش انتي؟ قولي وجه. ما اريد ما اشتهي من جوعانه. يمكن انها تبي شكشوكه عدني. يا معلم. لا 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 ما اريد ما اشتهي ما اشتهي. وليش بتضايقه؟ يعني بصراحه كلش هوايه متلبكه، ما دا اعرف حتى احكي. ايش اللي لبكت؟ الرياض كلها هنانه. فاتو فاتو يا صراحة أني حابة أفتح مشروع، بس لازم وياي شريك سعودي، وللأسف لهسه لا لقيت الشريك السعودي ولا شقة. وش بيت انتي؟ موضوع تعتبريه انتي، عندي أنا. خلاص يا معلم هات 2 حليب بشاهي سكر زيادة. هذا لا تجيب له. والله هو مستحيل هو. يا عمي هو عامر. عامر عامر. ها وش عندك؟ تعال الحق ابوك واصل ترند. اما عاد هذا اللي ناقص ابوي يطلع ترند. ابوك خاطب واحدة اسمها آية سنابية مشهورة ومتصور معها. ابوك طلع زاحف. اوف اوف اوف. حسبي الله ونعم الوكيل، بعد كل هالسنين بيتزوج علي. يا ربي ما ادري وش اقول لك صراحه. بس انتي السبب، انتي السبب. انا كم مره قلت لك اخوي مزيون ويخقون عليه البنات. ها شوفه يبي خطفته منت. وهي بعد مزيونه ما شاء الله عليها، انا تابعها بالسناب. وش ذا اللبس؟ وش ذا الجسم؟ وش ذا الشعر؟ تهبل. خلتها زين. تكفين عاد، ابي اصور معي، ابي اقهر البنات. خلاص يا ماما انت ايش فيك تركزشتينا؟ يا ويلي هذه مو مصدقه انه آية وافقت على ابوك. ايوه وش فيه ابوي؟ تحمد ربها آية ان اخذتها. بعدين على كلمه كذي اذا جت آية بتسلم معها شخصيه وتقهوي انت وياها وتصورين معها وتنشر لك بعد. صدق تنشر لي؟ اي انت بس غيرك لا. آية آية يبا، ما لقيت بالدنيا ذي كلها الا آية. وانت وش دخلك؟ شلون وش دخلني يبا؟ انت ابوي وتهمني مصلحتك، بعدين العالم كله قاعد طقطق علينا، انت طالع ترند في تويتر. ايش طالع؟ يا يبا يا يبا اسمعني، انت ترند بتويتر الناس كلها طقطق علينا. تكفى يبا تكفى، فكر في الموضوع. انا فكرت وقررت. كفو، وش قررت؟ اني اخذ غرفك انا وحبيبتي آية. غرفتي انا؟ اي نعم. وانا وين انام؟ تنام بالشارع، تنام فوق الخزان، تطلع من البيت، كلها واحد. ها حزنت؟ اي يا
ابن الحلال اقولك الموضوع ساير ترند في كل مكان يسولفون عنه. ابو عامر متزوج السنابيه المشهوره ايه. معقول يا اخوان؟ دحين ابو عامر الكبير في السن المنتهي ده متزوج الصاروخ النجفه دي؟ ما انت مصدق؟ افتح سنابها شو افتح. تعال اوريك. شوف حتى هي مصورته بسنابها. شوف يا لطيف يا لطيف اجعله خفيف. طب هذه ما عندها اخت اتزوجها؟ خطير انت يا عزوز، تبغى تصير عم عامر عشان يحترمك. انت ما فكرت. شوف سواها اللي ما يستحي. تستاهلين يا ما حذرتك. ما تسمعي الكلام يا حبيبتي. انا مالي قاعده بهالبيت. وين بتروحين يا حظي؟ ناسي انك انت اصلا مقطوعه مشجره وما لك احد. بتروحين شقه السلف في الشانزليزيه ولا اللي في كان؟ الله كنه القريه العالميه يا اخوين. هذاك اللي سبب الايس كريم تعرفينه؟ يا اخي يمكن ما ياسين العروس زينه. زين ان اخوي تزوج واحدة حلوة نحسن الانتاج. تصوير وشكلك مخرب الحفلة. أنا شكلي مخرب الحفلة؟ إيه مخرب أم الحفلة. أجل تعال معي تعال معي. واحد يروح بيت اهله. وانت حط الثوب البني في الملحق. يلا مشينا. جو جو جو. مبروك مبروك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. تفضل يلا حيس. ابو عامر. هدوا عليك ابو عامر. شو تريدين انت؟ من هذول؟ عرفني عليهم. تركيش منهم. تعالي حبيبتي. انا اعرفك. هذه امي. اقول لك كذب. قله ادب. حلو ها خالتي آية تخلخلت عظامك. تهبل 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 يما مباق رجلي دادا مباق رجلي. هارد لك يما. هذا الحلو قاتلني عمه بتوجد أحبه وردك ألبه. وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي. وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي. روحي كلها يما يا عما يا عما. اروح فدوى لهالصوت. خير شبي؟ لا بس معك خدمة الغرف اذا تحتاج خدمة ولاش. شف طلب جاي من مطعم الاسماك استلمها منه وهاته. طيب والفلوس؟ ايه الفلوس. ما شاء الله صوته حلو. مو بشغلك. خذ هذه 500 حاسبه ورجع الباقي. ابشر ابشر. اتحداك الاحمر البطل. اقول لك انزل.
الحين تهجسين يا حظي، قومي سلمي عليها مثل ما تسلمنا عليها علشان تعرفت. ماني بمسلمة عليها ولا أبي أشوفها حتى. يا بنت الحلال تعوذي من إبليس وروحي سلمي عليها. هاتي لجي تسلمين عليها شدي على يدينها. أبيك توجهين لها رسالة حقد وكراهية، وإن تناويتها على نية قشرة، أبيها تبلع العافية، فهمتي؟ ماني بمسلمة عليها خلاص. أوف غبية، طول عمرك غبية، من خبات أخوي وأنتي غبية ما تفهمين. خلت مثل ما أنتي لين يعرس على الثالثة والرابعة ويطلقك أنتي. هلا متابعي نوف، شلونكم؟ أخباركم؟ نوف حبيبتي وصديقتي وأموت عليها. أنا هذه خالتي. شنو خالتي؟ خالتي يعني زوجة أبوي. وخالتها هم دي ربد. توكلي جاك قاتل المتعة. قاتل المتعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا خلايا؟ زينة، أنت شلونك؟ أنا زين الحمد لله. شكو ماكو؟ لا والله ما سويت شيء، لكن اسمي أنا جاي بنصحص نصيحة لوجه الله. شنو هي؟ أبوي أنت تزوجتيه وبتتوهقين فيه، أنا أقول السياحة على بلاطة. أبوي طفران. طفران؟ إيه طفران، يعني ما عنده فلوس. أنا أنصحص أفقعي. أفقعي شنو؟ أنا أبوك أحب أموت عليه. يا بنت الحلال الحب ما يوكل عيش. نصيحة، أزبني. أزبني شنو؟ إيش تقصد؟ الحين هذه شلون أفهمها؟ أنت يبيلس قاموس جوجل مترجم. ولك انهزمي، أبويا ما عنده ولا فلس. أبوك عنده 10 مليون ريال. كذابة. شنو كذابة؟ أنا قايل لها عطني 2000 ريال جنوط الهلي ورفض. أنا أدبر لك ياها أنت تدلل. أكيد. يعني الحين أنهزم ولا أجلس؟ لا أقعد. بيبي يا هلا بالحلو، يا هلا بالجمال كله، يا هلا حبيبتي. ما اشتاقيت لي؟ اشتاقيت لك. شو ما اشتاقيت؟ هم انا جاي عشانك. اريد اطلب منك طلب. تطلب روحي. اريد منك 2000 ريال. انت تقولين 2000؟ قولي انطيني. انطيني انطيك هذه ثلاثة ولا اني سألت وش تبي فيه. قولي. ميرسي. تفضل. والله الناس قوية. ايش قلت لك؟ ابونا انهبل وهاللي ما تستحي مجلسته في الشمس. يا بنت الحلال، البنت برستيج وجالسة تسوي مع اخوي رياضة اليوغا. وش عرفت انتي باليوغا؟ خلت بس مع ذا الكبسات وضرب الخمس يا الدبة. انا الدبة. هلا والله بالرياضة البطلة. صح يبا. وين يبا؟ جالس بالمشراق انت مع عمي ابو صالح. لا تفشلني مع آية يبا. صح لا تفشلني معايا. مد يدينك. نظام مدارس. ايه كذا ممتاز. اللي نبيه يا جار انك تستر بردك. ترى الستر زين وهو صادق. ترى ما جيناك الا محبة وغلا، وما يرضينا الناس تتكلم فيك يا ابو عامر. الا انا راضي، وانا احرم في بيتي ولا انا اسوي فيه انا احرم فيه. احنا جايينك ناصحين وانت بكيفك. الحجر من الارض والدم من راسك. لا تفكر في نفسك بس، فكر في عيالك وفي كلام الناس. جزاكم الله خير ونصيحتكم وصلت. من اول ابى زهويكم والحين هونت. من لا مشينا. وش هالحدس يا جار انت هذيك؟ كلهم ظهروا زعلانين. والله على هواهم، اللي يزعل على كيفه. بمان الله. الله يرضى عليك. مو بهذه من عاداتنا ولا. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا حلا عيني. بيبي جهزت لك الحمام، ما تقوم تاخذ شاور ترتاح شوي. اي مو على عيني. اقول يا جار، ما عندها اخت للزواج؟ ما عندها، ولو عندها ما راح انطك اياها. خير، ايش عندك انت وياه؟ يعني يا عامر لا تفهمنا غلط، ترى كلنا من فازات خالتك نبي نصور معها. يا ابويا كل الناس صورت معايا، جات علينا احنا؟ هات لك سيلفي هاد بلا عقد. اقول اقطع وخس انت وياه. تبي تضف وجهك الحين ولا اقطعها معكم؟ يا معقد. يا عامر، عامر جاء اللي يعرف لكم. ها ازبن انت وياه. هلا هلا عيني. هلا يا مرحبا، هلا بيك، حياك الله. ها شنو حبيبي، بعدك ما جهزت؟ خير، وش فيه؟ عندي اعلان محل عبايات المصممه الفرنسيه. عبايات ومصممه فرنسيه، والله خوش. تعال يا سنه لعلم سنه. الان عندي، انا عندي ارض لصاحبي ابو مسفر منحه بعرير، نبي نروح انا وياك وتجيبونها ونعلن عنها. وهاي هي قطعة الأرض، مساحتها 450 على شارع 20. على شارع 20 شمالي. وين الشارع بالموضوع؟ أكو واحد يسكن هنا أصلاً؟ على شارعين وعشرين ومو الظهرات، شوف طبيعتها. لا وبعد شهرين بتزفرت المنطقة، وبيجيك كهرباء، وبيجيك الأسواق، وبيجيك الخدمات، والله الأرض تقبقب. أريد تضبطين أبو مسفر بالإعلان، ترى صديق العمر. حبيبي مش قد هذا راح ينطينا صديقك أبو مسفر على إعلان؟ ولا فلس واحد، أنت مخبرتي؟ هذا صديق العمر. يلا خلصينا، عندنا إعلان لمبارك. 55 ألف، من يزود؟ من يريد يزود بعد؟ 70. 70 ألف، 70 ألف، السيارة كلش نظيفة، ما بيها ولا شخطة ولا حتى طالع جاكوت. ما طقه وشو؟ جاكوت. 90 ألف ريال. 90 ألف، 90 ألف يا جماعة، يقول لك 90 ألف، من يريد يزود بعد؟ من يزود؟ 100 ألف ريال لعيونك يايا. 100 ألف ريال، 100 ألف ريال، من يزود؟ من يزود بعد؟ مبروك عليك السيارة عيني. 100 ألف ريال؟ مو معقولة، أمس جايبها حرج عليها ما جابت لي 7500. أنا ما أدري كيف أكافئك يا خويي. لا تشكر ولا شيء، إذا بغيت تعلن عن شيء اتصل فيني واجيب هالك وتعلن لك عنه. كفو يا أبو عامر، والله يخلينا هاي. وين وين وين؟ أنا مسافرة دبي. شلون؟ وأنا آخر من يعلم سافر لدبي ما فيه. وبعدين نسيت إنه وعدين أبو مشعل بنسوي له إعلان لعمارته من نظيم. أنا من تزوجتك لا فتحت شركتي ولا خليتني أكمل إعلاناتي ولا حتى تخليني أخذ فلوس من أصدقائك، وخسرتني فلوسي وكل جمهوري بالسناب. أنا ما أريدك بعد، أرد أطلق. يلا نسيت إن أنا فتح لامج. لا بالله، من كل عقلك يا شايب. وش بيك أنتي؟ ليش يا ما تجرحيني؟ وأقول لك كرشته قدامي وخذت قشها وطلعت. وهو وش قال؟ إيش بيش أنتي تجرحين قلبي يابي؟ المهم أبيت الحين أول ما يجيت تطلبين رضاوة وتقولين رضاوتي 100 ألف علشان يعرف قدرت، سمعتي ولا لا؟ مو بس 100 ألف، إلا بطلب طقم ذهب وألماس بعد. كفو أم عامر. هذا هو زوجه، خلت قوية. ما عامر نعم. أنت هنا وأنا أدوز بكل البيت. خير، وش تبي يخلص؟ أنا وش أبي؟ أبيك كلش أبعد عمري. لا تحاول تراضيني، أنا ما يرضيني إلا تقبلين مني هالوردة. أقبل أقبل يا زين زينة. مالت عليك، جاب راسه بوردة؟ ما أقول غير كش بس.
فاز عيل حبيب. اي والله يا ليت يا الغالي، بالله معك اشتراك. ابشر به. بيض الله وجهك، تصدق لي ساعة ولا أحد يوقف لعبت فيه الشموت إلا ما تعرفنا عليك يا الغالي. أنا عامر وأنت محسوبك بدر الله يحييك. والله والنعم يا بدر، تفضل حياك بالاستراحة. الله يكثر خيرك. لا والله عندي مشاوير. دامك وصلت والله انتقلط عندنا. أحرجتني الله يسعدك. دامك معزم لا والله لي الشرف، أروح أخير بطاريتي وأرجع لك. حياك الله. الله يحييك ويسلمك إن شاء الله. والله يا الربع أني أحسدكم على هالرجال، فزعلي وهو ما يعرفني ولزم اني اجي الاستراحه علشان اتعرف على هالوجيه الطيبه. عامر هذا طبعه، وحنا من ربعه راعي فزعات ومواجيب. كابتن احنا طفرانين ما عندنا ولا ريال، هو دائما يعزمنا على حسابه. ايه سلامات، شغل التدعيس ده ما يمشي عندي. بعدين انا وش سويت؟ راس مالها اشتراك. هالاشتراك خلاني اقعد ساعه تحت الشمس والعالم كلها سحبت علي، حتى ان في واحد من اخوياي داقن عليه وبرضه سحب علي. المواجيب والفزعات ما لها الا راعيها يا ابو مين؟ ابو علي. أبو علي الله يحفظه لك ويخليه إن شاء الله. آمين. بس توه ما جاء. أفا ليش ما تزوجت؟ وش أسوي؟ خطبت أكثر من مرة، اللي تطلب مهر 100 واللي 150 واللي 200 كلهم طايرين بالعجة. لا تعمم، أنا أعرف لك ناس شخصيا ما تتعدى مهورهم 40,000 ريال. بعدين التعميم لغة الجهل. 40,000 وينهم على يدك؟ أبشر بعزك، بس تكفى لا يطلع اسمي في الموضوع. والله ما علم أحد. يشرفنا يا ابو اشواق، نخطب اشواق زوجة الوليدي عامر. يا هلا ومرحبا والساعة المباركة. وعلى ذكرى ترانا ما خلينا سألنا عن عامر، والكل يمدح فيه ويثني عليه. تسلم يا عم، هذا من طيبكم. يلا عاد تفضل يا عامر، شوف البنت. تفضل تفضل تفضل. الحين اشوفها. اي تفضل عادي، بتروح معي. اقول لك كيف بتبشر لك. تفضل تفضل تفضل. يا هلا ويا مرحبا. اقعد هنا. اي تفضل تفضل. اسمعني، انا بنادي اشواق عشان اشوفها، بخليكم شوي وبرجع. اشواق اشواق ادخل يا بنت. يا مدام ترى صاصي. وش قلت يا ولدي؟ تبيها ولا لا؟ الناس ينتظرون ردنا. اي بس انا ما شفتها زين، ما في عاده. وش رايك نرجع للفار؟ اي نرجع للفار. تبي تفشلنا انت يا ولدي؟ الناس طيبين والبنت جميله مثل القمر. خلاص دام عجبت اكيد انها بتعجبني. موافق. ألف ألف مبروك. والله مبروك يا صاحبي. الله يبارك فيكم وعقبالكم يا عيال، وشكراً قليلة بحقك يا بدر. وش دعوة؟ لا داعي للشكر، أنت الحين صرت نسيبنا. لي الشرف. الله يشرف مقدارك. إلا ما حددت الزواج متى؟ الخميس مو بالجاي، اللي بعده. أجل حفل توديع العزوبية علي يا عيال. لا لا لا، أنا ما أحب الحركات دي، بعدين عندي أشغال. يا ابن الحلال ترى كلها عشوة على قاتل صغير فوق شمعة، نفس شعار خويكم ذا. يلا عاد من عاد. يلا يلا يلا. خلاص براسكم. سلامات يا كفتة، تحتاج فزعة؟ لا 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 ما احتاج يا عامر، خليك من شغلك. أجل وش عندك؟ أدور على واحد عشان أعطيه له اشتراك عشان يزوجني. أتحداك يا شيخ. الله من قده، رسائل حب وغرام مع المدام. ها أي مدام يا أبو مدام، أرسل حق المكيفات الاسبريت يجي يركبها. أوف أوف. طب ليه ما تكلمها؟ وش اللي أكلمها؟ البنت خجولة أمها تقول حساسة. يا أبو بكرة زواجك وحتشبع سواليف،
اللي انت ابوي وين الشاليه ده؟ يلا مكتوب في اللوكيشن، خمس دقائق ان شاء الله ونوصل. يا هلا والله ومرحبا. هلا والله ومسهلا. وش الوضع؟ رسم مرجلة ولا فلة؟ إلا فلة ومذرحة. كافو والله. مشينا عيال. الله وش ذا التصبير؟ يجي بالأدب. أوف 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 أوف، هذه الكيكة لي أنا وتستاهل أكثر. يعطيك العافية. واتركوني لا طيح يا قبلة الله، واتركوني لا طيح يا قبلة الله. أبشرك تمت المهمة. لا لا ما عليك، مو بصاحن إلا بعد بكرة. لا عندي الموضوع. يلا باي. عليكم بالعافية. عاد أنا أخت المعرس، أبغاك تضبطيني. ما شاء الله، ألف مبروك. ابشري يا قلبي، راح أخلي كل العيون عليك اليوم، وما تطلعي من القاعة إلا عشر حريم خطبك لعيالهم. نوف شفتي عامر؟ لا ما شفته، بس أكيد أنه مشغول، هو المعرس. دق عليه دق عليه. دقيت عليه وبوكي دق عليه ما يرد. يما اكيد مشغول، اصبر شوي ويدق عليك، لا تكبرين الموضوع. خليكي جاهزه يا ام العريس، شوي واخلص من نوف. عامر عامر يا عريس، اسحي جوالك ودق. ايش السالفه؟ شكل زوجتك تدق عليك. اري ارسي عيون. اي راسي، ايش السالفه؟ اقول امشي انت يا ابو موت بكم. وين بدك؟ امشي، الباب مقفل. طيب دريشة.
الحين وشلون نروح بدون عامر؟ أبي أطمن على ولدي. يا بنت الحلال لا تشيلين هم، نبي نروح ولا تبي يجي. ألو عامر، وينك فيه؟ اسأله هو بخير وليه تأخر؟ بخير بخير، إيه بس انشغلت عند الحلاق علشان كذا ما رديت عليكم. لا 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 تقلقون، خلاص روحوا القاعة وأنا بجيكم. مع السلامة. عامر عامر أنا جوعان يا عامر، أبغى أكل. ما هو بوقتك، ما تشوف الظروف أنت؟ ترى الحلاق بعيد، يبغانا نص ساعة على ما بال نوصل بيتكم يا عامر. اللي حصل مو طبيعي، أنا عندي إحساس إنه بدر هو السبب. يا عيال لا تظلمون الرجال، خلاص أخلص موضوع الزواج وبعدين بطلع من ورا الموضوع، أوكي؟ يا أبوي الحلاق فول، متى يجي دورك؟ أبيك تخفف الشنب وتخليه طويل مع الأطراف. هاي شنب يا أبوي؟ أنت ما أنت بشايف وجهك إلا كنا صحن فاضي. خير يا أبوي خير خير، صف السرة هناك. لا تمد يدك، لا تمد يدك. شو حركات المبزرة هذي؟ يقول لك حلاقتك علينا، ولك هدية لزقت خشم. أصلاً أنا مخلص، حياك حياك حياك، تفضل. هذا نظامك. السلام، حياكم الله يا هلا. الله يحييك. هذه والله ساعة البار. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حياكم الله. يا هلا. يا هلا. يا هلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك مبروك ما شاء الله، مبروك الله يوفقكم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. منك المال ومن هالعيال. مو مال المعرسة، المعرسة ذا جاي مبلخط. يا هلا يا هلا، حياك الله. يا أخي عامر أبطى، وين راح؟ وين راح الناس المعازيم حضروا وكل حضر له؟ الله يصلحه بس. الله يصلحه، هذه عادته دائما يحرجننا يا أبوه. طيب تبين وديك القاعة ولا أخدمك بشيء؟ ما يحتاج، أنا بروح بسيارتي. يلا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. إلا غريبة يا عم، المعرس وين ما وصل؟ حتى أنا مستغرب، ما أدري إيش فيه ما وصل. هي بس ما يصير كذا، لازم يكون موجود عشان يستقبل المعازيم. صراحة مكياجك مرة حلو. وش دهوة يا أم عامر، وين ولدك؟ يعني بنتي بتنزف لحالها؟ لا لا، بالطريق، هو بالطريق، تدرين شباب وهو عريس، رايح الحلاق يحلق ويجهز نفسه. صادقة والله يحق له. ها مستعدة للزفة؟ مرة مبسوطة يما، مرة مستعدة. حبيبتي الله يوفقك، الله يسعدهم. بس الشعر من هنا شوي. الزفة جاهزة زي ما تبين. حطيتي المقاطع والصور اللي ارسلتها لك؟ كل شيء زي ما تبين. تمام، شكرا، الله يسعدك. يلا حيا. شلونك؟ الله يحفظك. الله تمام ان شاء الله. الله يطول لي في عمرك يا رب. الله يخليك. أيسر موت. Yeah.
ابوها السموحه. شو سموحه؟ وينك تاخرت فشلتنا؟ طلق بنتي يا الصايع. ارفع علومك يا عم، انا ماني بصايع. الا صايع ونص وراعي سهرات. انا احترم نفسك يا ابو اشواق، لا تقول كلامي بولدي ما هو فيه. الا فيه ونص، واذا ما انتم مصدقين تفضلوا شوفوا. تفضلوا شف. عجيب والله. اخ بس حسبي الله عليها الداشر، احمد ربك انك شفناه على حقيقته. لا ضيقي صدرك. استهدي بالله، استهدي بالله يا بنتي يا اشواق، حرام تظلمون ولدي. يا اختي انت ما تستحي على وجهك، جاي تتعذرين له من زين فعايل ولدك. ان شاء الله ان شاء الله تعدي الليله على خير وبعدين نتفاهم. اي خير تتكلمين عنه؟ مجنون انت، ولدك فضحنا، فشلتونا عند الناس، ما بقى احد ما يرسل لي. اقول انقلعي اطلعي برا انت وبنتك، برا لا اشوف وجهكم. يلا برا وجع. هذا ابوك. الو. طيب طيب يلا جايين. يلا يلا حبيبتي مشينا، شكل ابوك درى عن المصيبه اللي صارت. يلا ولدنا طلق بنتكم يا ابو اشواق قبل ما يتم الزواج، وكنا قبل مساجين القاعه وشايرين الذبايح وخسرانين. حنا بس ما نبي منكم الا تردون المهر. ما احنا مهر، المهر اعطيناه البنت وصرفته. وبعدين يا اخي اعتبر المهر اللي راح رد اعتبار لنا. الحلال رد اعتبار شو؟ 10,000 15,000، انما المهر كله ما يصير. نحن بمرجعين لكم ولا ريال. عجيب والله. والله خطتك نجحت يا بدر. اول تقول طفران ما تقدر على المهر، هذا المهر بين يدك. بكره وانا عند ابوك يا روحي. يلا قبلوا شوفنا حد. باي باي. واحلى زواج على حس السبك عامر. ها تقص ولا روح؟ لا بقص، حركاتك ترسلك تحت ميب علي. لا يا شيخ، شايفني بزر مثلك؟ عيال كنا حر من زمان، قلنا لك المكيف خربان ما صلحتوه. قايل للسبك ذا يجيب عامل يصلحه. والله جبت عامل يصلح الكمبرسر بس شكله خرب مره ثانيه، مو دخلني. لا يا شيخ، تروح للعامل تقول له صلح الكمبرسر. طيب يمكن في نقص فريون. ما دام انت فاهم بالمكيفات روح انت جيب عامل. يبي يقلبها علي يا عيال، مو بعاقل شرشبين. انا اكره السناب. يا ابويا قنوات الاكشن والمسدسات فين؟ أنا بيدي حاطة في المفضلة، شكله أنت كفتة حذفتها يا نخبة. أكيد كفتة، أصلاً أي غلط يصير بالاستراحة نسبة 90% كفتة والسبب. وأحلى شيء كذا وجهه قوي يسوي بريء. يعني كل حاجة على رأس كفتة، والله ما أقعد دقيقة واحدة. لا 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 اصبروا كفاتي، لا حد يزعلوا يا عيال، ترى يحبه. لا لا تروح، خليك معانا، إذا أنت رحت انطقطق على مين؟ والله ما عاد أجي استراحتكم مرة ثانية. فاهم انت وياه؟ لا يا شيخ، مسوي حساس انت وجهك. يا عيال ممكن اشبين عليه شوي، بكره محضر عندنا. كفته. الله الله، احلام ورديه. يا سلام يا سلام يا سلام. اقول لك قم 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 يا ما. تبغى شيء مني يا ابويا؟ يا كفته يا ولدي، ايش بك زعلان؟ ما تكدر خاطرك أبويا، أنا مخنوق وضايق صدري، أعز أصدقائي يطقطقون علي. أسحب عليهم، اللي يحترمك احترمه. بس أنا أحبهم. ما في ذا الكلام، على قولة المثل عز نفسك تجدها، اللي يحبك ويغليك بياجي حتى عندك. فهمت يا أبويا، خلاص ما عاد أروح لهم. آه ما قلت لكم مصير يجي الاستراحة. ايوه البس ما يحب الا خناقه. ايش قصدك؟ يعني انا بس؟ ايه انت بس، وشكش الفار.
شوف شوكش طقطقنا عليه ولا زعل. اذا هو يرضى انا مرضى. خلاص يا تراكم زي ودتوه ما عليك منهم انت. كم يا باي خلينا نلعب بلاي. لا لا انا ماشي مروح البيت والمثل يقول عز نفسك تجدها. تعال والله ما تروح يا باي تعال ايش دعوه. انا ما راح اقعد معاكم في الساحه وانتم تطقطقوا علي. لا يا شيخ مصيرك راجع. ريحه جايه ريحه جايه ريحه جايه. اسمع لك ايش فيك فيك انت عجبكم الطقطقه والحسره اللي سويتوها. يلا يا عيال شيلوا شيلوا انا بودي المستشفى. يلا 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 بسرعه. هو يقرب لك؟ لا ما يقرب لي. ليش شايف في شبه بيني وبينه؟ لا طبعا بالعكس خالص. بس حضرتك مين؟ لان في موضوع كده حيوي عن كفته لازم احكيه لاقرب واحد لي. انا عامر عز اخويا وهو يعزني وانا عزه. بس كده كفايه خالص. شوف يا استاذ عامر الموضوع ان كفته عندي دايما في العياده. كل تاريخه المرضي عندي فحوصاته واشعاعاته وتحاليله كل حاجه. احب اقول لك بخبرتي وإلمامي بالموضوع كفته مش هيطول. 10 ايام بالكتير وكفته هيودع. يودع من؟ لو فعلا يا عامر بتحب كفته وعاوز تسعده اخر 10 ايام ابسطه اسعده فرفشه عيشه في سعاده وسرور وكوبايات في ثواني بتدور. حقق له احلامه يا عامر. معقوله؟ معقوله كفته راح يروح مننا بدي سهوله؟ المهم يا عيال ما يموت كفته وهو زعلان على احد فينا. انت يا عامر بالذات لازم تتحلل منه. يا عيال لازم كفته يحللنا ويبيحنا ويعيش اخر ايام بسعاده. كفته لو ما سامحنا ما حنتوفق. لا اله الا الله لا اله الا الله. كيك مكنكا كيك مكنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته فقدتني يا عامر. اي والله فقدتك. بس يوم كنت معاكم تتريق وتطقطق علي كل يوم. انا اسف يا كفته سامحني. تكفى والله ما عاد اعودها. وعادي انت بتطقني عادي ترى طقني. اسف ما اقدر اخلاقي ما تسمح لي. من زين اخلاقك. كفته كفته امزح يا كفته. عامر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. كفتة وينك من أمس أدق على جوالك مقفل. أنت صاحي مو جابك عند بيتنا؟ أبد جيت أطمن عليك واشتقت لك يا حبيبي يا كفتة. يا لا تبوسني يا أخي. هذا جزاتي أحبك وجاي أطمن عليك تسوي فيني كذا يا كفتة. أصلا أكثر واحد يكرهني أنت. قسما بالله غير صحيح. لا تسمع كلام العذال يا كفتة. أقول لك أنا عندي مشاوير ماني فاضي حق البربرة حقك هذه. يلا مع السلامة. والله والله ما تقضي أي مشوار إلا معي وعلى حسابي أي شيء تشتريه. أمش. هاي كفتة كيف؟ حلو بس أبغى حلا. لو سمحت عطنا واحدة كليجة هولندية. أبشر. الله لو يجمعوا لته. والمخلوط بحطه في الثلاجة لبكرة. أبوك يا الاستغلال. لكن ابشر بعزك يا كفته تستاهل. لو سمحت عطنا واحد لاتيه وواحده كليجه هولنديه. باقي شيء يا حبيبي يا كفته؟ خليها بالليل. بالليل عندنا عزيمه بالاستراحه. ايش المناسبه؟ المناسبه نبي نقول لك الحمد لله على السلامه. أقصد مع السلامة. وين خويك من الموت؟ شش توه ما جاء. بعدين تعال ترى هو ما يدري لا تفضحنا. مرحبا يا جماعة. حيو كفتة 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 لوحده.
هذا الدفش جايبينه لك مخصوص علشانك. اهلا حبيبي. لا 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 لا, لا تقرب منه وتعديه, خليك بعيد. ها بعدين ترى عليه ضمان, استرح خليك ثقيل. يلا تحية لحبرين كلهم, واحلى تحية خاصة الكفتة. الله يحفظك ويطول بعمرك ويخليك لنا, واستودعناك الله. لا قل له هزيان, قل له قل له. ايش يقول لي؟ يقول لك وش حاب تسمع. ابغى اغنية وداعية. وش دراك؟ عن ايش؟ وش دراك؟ قلبي يهواك. وش دراك؟ قلبي يهواك. وش دراك؟ قلبي يهواك. استرح استرح استرح, ولا داعي ولا داعي. اقصد وش حاب تسمع يعني؟ لا لا عندي عندي عندك عندي اغنية. ها يلا طيب. رحوم يلي مات باول شبابه توا صغير السن ما عاش دنيا. رحوم يلي مات باول شبابه توا صغير السن ما عاش دنيا. هذا خويك اللي موت؟ ايه هذا هو. هذا جمس قضى عشرة. كل ما شاء الله لا تلحته. نشيط. كل ما شاء الله. نشيط. خلاص خلاص غن غن غن. طيب شوف كيف ولد قاعد يناطني, معقول هذا راح يموت دحين؟ شايفين كيف فرحان ومبسوط؟ كذا مناعته حتزيد, واحتمال ما يصير كلام الدكتور ويعيش كفته. الجانب النفسي جدا مهم. انت وعامر اخر من حتي على الجانب النفسي. انتم الوحيدين اللي دمرتوا كفته نفسيته. يا عمي ما قد اذيته. يا ابوي ايش اللي ما قد اذيته وانت شغال بالاربع والخمسه تهزمه في الصوني؟ ايش دخل يا ابوي ذا بلاي ستيشن؟ يعني اخسر عشان يحللني؟ اي والله يا اخوان ترى لازم قبل ما يموت يحللنا. حللك انت؟ يلا تحج عنه عشان يحللك. اسمع يا حبيبي كفته, من اليوم ورايح ما في روح لبيتكم, ما نبي نفارقك ولا دقيقه. اكلك وشربك ونومك ومصروفك كله علينا, وهذه غرفتك. ها بيتك هنا. بيتك هنا في داخل القلب لو جيت. يا اسكت اسكت, صوتك زفت. وهو صادق صوتك زفت, لا تغني. ها وانت بعد كثير كلامك يا عامر. هيا هيا اطلع برا انت وياه, يلا خلونا ننام يلا. الحين وش اللي حادنا على المذله ذي؟ والله اني ودي ارثعبه واخربها. يا ابن الحلال ترك مسوي كل هذا الشيء عشان يحللك قبل ما يموت. تحمله كم يوم. هي بس غبني وانا اكثر. وانا اوريك كفته مشمش. جود مورنينج. صفب يا مستر كفته. طبعا اطباق الفطور اليوم عندنا الكرواسو, وعندنا التونه, التونه متاتا, وعندنا كمان الاومليت اللي هو البيض المخفوق. ترارارا. وهنا جايبين فرنش توست من فرنسا وتحديدا مدينه بوردو. لعيونك. ايش هذا؟ فطور فندق؟ ما ابغاه. عفوا مسيو, ليه ما عجبك الفطور؟ انا اسف لانه حقيقه ما يشبع. هاي فقي انت وربي يشبع وجهك بذا. اهدى. ايش تبغى يا طول العمر؟ ابغى كبده. كبده. الحق الكبده يا ولد. بل 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 يا ولد, شوف كيف مسح الصحن مسح وما بقى فيه ولا لقمه. معقوله واحد ياكل الاكل الكثير ده ويموت؟ اذكر الله ولا لا تنحته. ايش انت عودي؟ ارسل لك الترجمه بالواتس. اسكت لا يسمعنا. كبده ازيدك. لا بس شبعت, خلي الشباب ياكلون دحين. حاب تغسل طال عمرك؟ لا ما يحتاج, انا اذا كنت ما اغسل اصلا. بتتغسل كلك قريب. ما هو اقصد بالعافيه بالعافيه. أما في عين العدو إيان الكاذب الهارب. يومين ما أجم بيت والله عربي. كف 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 جا 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 بس إنه بس إنه أصلا ما ضع كفتة لنتون. كفتة كفتة. يا ويله يبي رنه. عجيبة 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 كفتة عجيبة. الله 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 الله. شفته كمان راح يموت ولا؟ هذا شكله يبي يموت من التخمة. أويلا قول ما شاء الله لا تروح تنحته. ما شاء الله ألف بالعافية أبويا. الله يعافيك يا ولدي. صراحة الله لا يهمل للومك,
سحبتك على البيت في مكانها يا ولد. صراحة العيشة عيشة ملوك ما شاء الله. شفت كيف أصحابي يهبوني يا أبويا؟ هذا اللي يسمع نصيحة الكبار، ما قلتوا لك أسحب عليهم يجنك لحد عندك. قالها المثل من تغلى تخلى. ودانا 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 كفتة صغير يحب النه وكفتة صغير يحب النه كفتة صغير يحب النه والله صغير يحب النه. أقول لك قلت لي دلفين غبي. طيب قلت لي غراب. عمي كفتة هذا أحلى عصير لعيونك، ترى يعرف يقلد صوت البعير. أحد سألك؟ لا أسكت. سب عامر هات العصير هنا. عامر رد على الجوال شوف من اتصل. طيب هذا أبو سوسن. وهذا أزعجنا، رد عليه وخلص موضوعي معه. إيه وش يبي منك؟ مو شغلك، خلي يجي هنا في الاستراحة وتفاهم معه وأنا أكمل استجمامي. ألو، لا أنا ماني بكفتة، أنا عامر مدير أعماله، آمرني. الحين كل هذا أبو سوسن؟ زبدة الموضوع، خويكم كفتة القصير اللي أنتم مخبينه أخذ مني مبلغ سلف. يا تطلعونها يا بالعشرة هذه في رؤوسكم، أنا أدري إنه في وجيهكم. إيش يعني في وجيهكم؟ يا كثر نشتك أنت، ما هو بوقتك الحين. طيب الحين أنت أبو سوسن؟ إيه أبو سوسن. مع إنه مو باين عليك أبو سوسن، المفروض أبو عجرة، أبو ساطور. تستهبل علي أنت؟ لا 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 خلاص خلاص. طيب كم تطلب كفتة؟ 600 ريال. لا يا شيخ، مسوي زحمة والشارع فاضي وعضلات وجايب هارون كمارة. وكنه تعال انت وراك تضرب بدون كوره. ها ورع انت ورع. انت استهبل علينا. لا 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 خلاص خلاص والله لا اعطيك 600. الحين كل ذا الصجه ومسحب رجلينك لين داخل هنا عشان 600 ريال؟ اقول تبيع شبكه ولا كاش؟ لا 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 دقيقه، في مبلغ شيك ب 10000 ريال من غير رصيد من كفتة، يا تدفعونه يا والله لخطفه. اخطفه؟ اقول لك تدفعوا لخطفه انت يا بطاقيه. اذا حلوين غطينا المبلغ وزيادة. أبد هذا واجبنا وسامحنا على القصور، بس في سؤال يا أبو سوسن. تفضل. العامل حقنا ليش ما أخذه؟ بخليه ينزل الأغراض وبرجعه. وعلى فكرة كلموا كفتة اللي أنتم خبينه إنه ما عاد يتسلف من أحد وسلامتكم. أبو سوسن قل لي جاكيته حلو. أعطيه الجاكيت يا عامل. أعطيه الجاكيت. تفضل. مشانا يا عيال. سلام يا جماعة. الله يسعد لي هذا الوجه. أم بيت وسلمنا، والحرمة هي والعيال وديناها عند أهلها. طبعا أنا قررت أني أعيش مع ابني فلذت كبدي كفتة. يا كفتة يا بابا، كفتة يا بابا، كفتة كملت. أبلش ينبرتك أنا متألقة أو تزين، متألقة أو تزين واسطنبقالة. يا برتكانة واسطنبقالة. الحين يا كفتة أنت عارف إحنا ليش قاعدين نسوي لك كل هذا؟ أيوة علشان إنكم تحبوني. أي مرة نحبك موت، بس عندنا طلب صغير. إيش هو؟ إنك تحللنا وتبيحنا. أنتوا ليش مصرين على هذه الكلمة؟ ما بقى شيء. على إيش هو؟ لا هو يقصد يعني ما بقى شيء على التصافي والمحبة والرحمة، لازم حنا تكون قلوبنا نظيفة. بصراحة أنا قلبي مليان عليكم حتى بعد كل هذا اللي سوينا لك إياه. ياوة طب كيف نتصابى؟ بصفتي قاضي قضاة الاستراحات وشقق العزاب أفتتح جلسة المحكمة على المتهمين عامر وياسر وكشكش.
كشكش مين؟ اسمي شكش. كشكش ولا كلمة؟ خليك واقف يا ولد. سلامات، هو واقف اصلا. بس انت يا ولد لا استدعي ولي امركم. هيه انا فصل؟ نعم فصل الشتاء. يا عيال القاضي ملحوس اكثر من كفته. بس فان المدعو كفته بن شاورما الكباب رفع قضيه على الشباب المتواجدين في الحبله، خصوصا هذا ابو قحفيه اللي اسمه عامر مأذيه ومسبب له تذمر. يقول له كأنك مطرب متوفي، كأنك سيارة قديمة. يا أخي شل مصبرك، اطلب الطلاق. أنا صابر عليهم عشان قطتي. عندك إثباتات، عندك تسجيل، عندك صوت مصور بالقاهرة عشان أدل عليه. كفو عليك، كفو عليك مرتب. أربعة شامبو، اثنين معجون أسنان، واحد فازلين. هذه مقاضي ابن الحلال. هذه الجرائم التي ارتكبوها في حقي. الجريمة بريحتك يا أخي. هذا شنو أخوك هذا بس بدون قطر وعقال. راح راح. الإعدام، هذا إعدام. الجزء الخامس ثلاث كفوف، والجزء السادس حرمان من دخول الاستراحة، واتهامكم لأن باق واحد من الجوالات. والجزء السابع رمي ورقة البلوت بوجهه. يا أخي يا أخي يمكن قاطع. ليه تقاطع؟ إلا فارش 400 واللعب ما جاه وتسجلت علينا. لا الله يلوم اللي يلومك. الجزء التاسع متكلم كلام عليه كلمات نابية مثل شنو يا كفتة؟ انقلع انت وجهك وتخسى. بس انت اللي جابه. لا 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 هو يقصد السبات يا بيي. انت منو يا بيي؟ انا محامي الماثل امامك كفته. غريبه ما في شبه بينكم. حضره القاضي ان موكلي يطالب بتعويض مادي قدره 4000 ريال عن كل حاله تنمر. يا حضره الاستشوار، ها اقصد ما شاء الله تسريحتك بطله، في مشغل مسويها؟ لا أقصد عادي أزود كف وأكملها 5000. ولا كلمة. ثاني شيء وين محاميكم؟ شغل الدباب. بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم نفسي المحامي الشخصي للمدعوين والمتهمين في القفص. كيف أقدر أخدمك سعادة القاضي؟ انت محامي ولا ظهير ايسر؟ لا يا شيخ مسوي تذب انت وقش الصحراوي اللي حاطه فوق راسك. ايش دخلك؟ هت ولا كلمه. تفضل طال عمرك. ان المدعي يرمي الاتهامات جزافا للابرياء الذين في القفص. الشهود تفضل تفضل. عامر ياسر شكش كل نفر ضرب كبتة كل يوم كبتة حتى نفر مسكين. يحيى العد يحيى العد. وأنا أيضاً شاهد يا سعادة القاضي. الله الله الله، شو اللي جايبين معكم؟ يا حبيبي النظام للمدعي اثنين شهود، أنت ليش جايب سبعة؟ عشان أضمن الفوز. أنت أضمن حياتك أول. تسمح لي أكمل شهادتي يا سعادة القاضي؟ لا لا عفواً، أي شهادة، أنت يبي لك لوحة أنت كاملة. حبيبي قفلنا انتساب، ريح ريح ريح. يا حبيبي جاي من آخر الدنيا أنا جاي من منفوحة، تقول لي استريح ليه؟ حكمت المحكمة حضورياً للمدعي كفتة بن شاورما آل كباب 5000 ريال من قبل الثلاث متهمين. هاي 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 والله كسبت ال 5000. عادي ترى راس ماله 5000 ريال بس بشرط يحللنا. يحللكم؟ ليه انتم خالطين؟ انا بعرف. وشلون صرت قاضي يا ولد السبيت؟ يحللنا يعني سامحنا يعني يعفو عنا. من كل قلبي حللكم وبيحكم بس هات 5000. وقف عندك انت وهو. قرايه كفته قرايه كفته بقالها تديني 200 ريال عشان اعمل لك تقرير مضروب تشتغل بيه اصحابك وبعدين تاخد من ورايا انا 10000 و5000 يا مفتري.
المحكمة. صالح يا صالح، سامي يا ابا عمر. شوف يا وليدي، حتى مر هذا لا تقف الا بالرياض، تعطيه الشيخ ابو فالح ولا تقف الا عنده. ابشر يا بي. كفو ولدي. السلام عليكم. واحد وين تيربو؟ شوف 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 الباص العيون، ها ما يمشي. كفو. هيا هلا بود العم صالح، احنا بالاستراحة، عساك قريب نحتريك على العشاء. لا 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 تحتروني، يبي لي ساعتين يمكن زود بس، ولا خل الوالدة تحط لي فراش بالملحق، اباجي دايخ وبحط راسي وانام. ابشر بعزك، ابى اخليهم يخلون لك الباب مردود. اوكي تصل بالسلامة. هلا والله بريحة القصيم البطلة. ايش اخر شكله تعبان. اوف اوف والله ما قصر، جايب لنا تمر. طب تعرفني احب الكليجة. يلا الجيات ان شاء الله. هلا والله بالتمر البطل. وينك فيه؟ ليه متأخر؟ بالاستراحة. وش دي الاستراحة اللي تقعد فيها طول الليل؟ تعالي تعالي شوفي امه، صالح ولد عمي جايب لنا تمر على كيف كيف، فاخر من الآخر. الله يعطيهم العافية، ما قصروا. عاد أنا أبنام، وإذا صحى صالح قوموني. بأذن الفجر بعد شوي، صل ثم نم. أكيد يما ما يحتاج. وش ذا التمر الزين؟ هلا يوبا سم. عساك وديت التمر للشيخ ابو فالح؟ لا والله توي واعي. انا لله وش انا قايل لك، ويل وبرده هالانسان ذا. يا وليدي رح لامها الحين. سم سم الحين اقوم، الحين اروح له. راح له ذا منخ منخ هذا ذا وين راح له؟ يا زين ذا التمر اللي جابه صالح، ها يهبل، ها خذ. شو؟ ايه. اي والله يا زينة. هي بس عادي بلاش كثر منه، ترى بيرفع السكر. دي 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 دي. انت ما تعرفين ان هذا مسامير القلب. ام عامر. نعم. وين صالح؟ نايم بالملحق. اعطي جيراننا من التمر شوي. ان شاء الله ابرسل حق ام عبد الله وام محمد، يستاهلون. يا سليمان سليمان راح له، انا متاكد بليون بالميه اني حاطه بذا. حامر ما ابو الا عامر. النشبه دايمه النشبه دايمه النشبه دايمه
النشبه ذا يبي هلا وينك؟ بغرفتي وش تبي؟ عسات انام عليك تريله، انزل ابيك. خلاص خلاص اوكي اوكي. ايش عنده ذا النفسيه؟ يبا خلاص ثلاث تكفي. ما بشغلت الحافظ رب العالمين. صباح الخير لاحلى اب الدنيا. صباح النور. ظهر ظهر الحين. مو بشغلس اوكي؟ قهوه معنا من ابوك. سم ولا تدري؟ راح قهوه ولد عمك خليه يجي يتقهوى معنا. هو صح صالح نسيته. يلا قومي انت دخلي داخل يلا يلا. يلا تزيها. مالك دخل انت. لعت نكتين الظهر يلا. خير ان شاء الله، وش فيك معصب؟ وانا دعيتك ترى تمر. اي تمر؟ هل اللي قاعد ترم من منهج عليك ما تحدره؟ افا احسبك جايبه لنا. من دانا جايبه لكم؟ هذا الرفيز ابوي وابوي كازل لامه. طيب ترى راس ماله تمر، ندزها للسوق الحين نجيب واحد مثله. اوه اي كرتون تمر هو؟ هذا نوعيه خاصه، نوعيه فاخره، ابوي شاريه ب 1500 ريال، وشلون نلقى مثله؟ اوف 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 تمر ب 1500؟ والله لو انهم ياكلون النخل بروتين. المهم طلعه من هالورطه. عامر صالح تعال تقهوى. اسمع انا بحل الموضوع، انت هد بس انا بضبط الامور اوكي؟ نقول ان شاء الله. ريلاكس ها؟ يلا. الصحن ذا توديه لبيت ام محمد، وذا لبيت ام عبد الله. ابشري يمه. يا زين هالتمر زينه. اقول يا صالح. عمر. ابى اوصيك تجيب لي 4 كراتين منه. سام يا عم. 4 ب 1500 يعني 6000. ابلش. تبي اجيب لك صامولي وانا راجع يبا؟ لا لا تجيب ولا شيء، جاب اخوك عامر. وين رايح انت؟ أبروح أودي التمر للجيران. يجعلوا ما يحدرونه. وش قلت؟ أقول يجعلوا بالعافية يا عم، هنا وعافية. قسم بالله لو ما طلعت من هالورطة إني رن أنا أبوي لين عض الأرض. ما عليك، زهلة أنا بضبطك، بس خليك هنا سولف مع أبوي ها؟ زين التمر أبو عامر. الحمد لله رب العالمين نعمة الله. شي الناهي حبات كبار بعد. إي والله زينات. عامر ليه ما اخذ الكرتون؟ وش تبي فيه؟ انا اي انت عازمين ضيوف في الاستراحه وبحط لهم ذا التمر. وحنا وش علينا من ضيوفك؟ التمر ذا لنا، رح جيب غيره لضيوفك. طيب طيب يما ابى اقول لك شيء بس بيني وبينس. خير وش فيه؟ التمر ذا مو هو لنا. لنا؟ قصري صوتس. التمر ذا شاريه ابو صالح معطيه صالح يوديه لخويه، ترى قيمته 1500 ريال. 1500؟ من وين جايبه؟ فضحتيني يا يمه. قصري صوتس، تبين تعرفين من وين جايبه؟ ايه. ارفع الشاشه لفوق. هذه اغراض من الوالده، تقول عطها امك الله يحفظها. انا ايامنا اليسر جزاها الله خير. الحين انت يوم وديت التمر حطيته عند الباب يمدينا نروح ناخذه ولا دخلته داخل؟ لا دخلته داخل. شوف حطيت سندويش. مبسوط بعد؟ دزها دزها. يلا يا عم انا استاذن. وين وين؟ اخذت معنا الله يصلح. هلا يا ملغنات، عندي شغلات لزوم انا اخلصه. ما دام عندك شغلات انت تخلصهن اتصل ببوك ارسل لي مثلهن. لا لا تسهم عليه، انا اللي جايبه الوالد ما يدري. او نعم رجال ملا ثيابك، ما انت مثل بعض الناس. لو تبين اجيب صد رد يا عم تراه ب 1500 ريال. 1500 ريال الله اكبر. شفت يا الثور؟ تعلم من ولد عمك خلك رجال. يلا ثمان الله. ممال الله. قاعد تسوي انت؟ قاعد ازرع نخل. مهبول انت ولا صاحي؟ يا ابوي الكرتون الواحد ب 1500 يعني بعبي ام البيت نخل. ايش هالعائله المنتهيه ذي؟ على اساس انك طالع منها، تراك ولد عم. يمشي بس امشي. ناه وش زي ينبو ذا؟ عساك تبين وديت سيده لابو فالح. يا حبيبي احمد ربك ان لحقنا عليه.
لا ناقص. انا داري اني ناقص، امشي انا اضبطك. هذا قسم التمر، شف نفس الشكل. لا ده مشيس ولا انا جايب الرطب. ها هذا هو نفس الشكل، شف. لا لا ما هو بذا، هذا قشر ولا جايب لي قشر. لانه ببليسك شلون تعرف تقارن انت؟ 15 سنه بسوق التمر يا حبايبي، ناظر ذا حباته صغار، لا انا جايب حبات كبار. يعني يعدي ذا؟ هذا هو يمشي. اجل امشي، خل نروح الاستراحه، دزها يلا. ناخذ اثنين؟ خذ ثلاثه زياده على 10 والله من الرخص. يلا يا حبيبي سريع سريع قبل ما يجون العيال. ما نبي ولا غلطة. عفو عليك. شف هذا نبي نحطه تحت، والزين نبي نحطه فوق، اوكي؟ اتحداك اذا حد كشفنا. والله انها خطة من تحت ذي. يلا رص رص زين. ها الو الو ياسر، في هناك قريبين يا ابن الحلال، وش بغيت؟ في وضع مريب في الاستراحة. افا وش السالفة؟ عامر ولد عم صالح عندهم مخدرات، جالسين يخططوا على تهريبها. هيا هيا يلا يلا يلا، جايين جايين يلا. شو الهرج يا ابويا؟ الحين رايح الاستراحة، تعرف شو السالفة. الله يستر. شفت شلون؟ ما قلت لك بضبطك، الحين كل شيء تمام. إلا الوطن وشباب الوطن، إذا ما بلغنا على عامر وصالح ما فينا خير. أجل خلونا نطب عليهم وندهمهم. حلو. متى جيت للرياض يا صالح؟ البارح. غريبة تنشد. ما غريب إلا الشيطان. أقول لا يكثر، نبي نرجع آخر الليل، وش تبون عشاء؟ عشاء؟ وصاير تخيرنا بالعشاء بعد، كثر فلوسك. اعوذ بالله، احنا ما ناكل مال حرام. ايه سلامات، وراكم ترمون الغاز. ايش في الكرتون هذا؟ بوه تمر. ما شاء الله تمر، طيب خلينا نذوقه. لا لا معليش، ده تمر خاص. تمر خاص ولا تمر عام؟ اهدالك يا ابويا. لحد هنا وكفايه، اللعبه صار على المكشوف. مكشوف؟ خوياكم لا حسن. ما عليك منهم، بس يلا مشينا. وقف عندك، حدك، المكان محاصر. ما في شيء يا جماعة. كيف هذا؟ تمويه يا حبيبي، تمويه. شكلنا ظلمناهم يا عيال. الله يرجك. على العموم لا تنسون تفكونهم. ها أقول لك شكوش، فكهم وروح بيتكم. يا صديق صديق، فكهم بعد 5 دقائق. ادخل. هلا والله بالاخت البطله. يا هلو. اتحداك يا نصفر البطل. اخلص اخلص، ايش عندك؟ تكفين الفزعه يا خيتي، ابي استحشين اللوز هذا بالتمر وتحطينه بصينيه علشان يطلع فاخر من الاخر. وكم بتدفع؟ افا الحين اقول لك الفزعه ويا خيتي وتحداك الاصفر، بالاخير كم تدفع؟ تراني متوهق مع ولد عمي صالح. هات هات بسرعه. اكيد بتضبطيني. ايه بسرعه قبل الله هون. كعفو يا اخت البطله. وتعالي بعد ساعه. اروح يعني؟ مسكر الباب. وراس كذا تنفخين، كنس فليتيها. يلا عاد كثرت تراك، ترى بهون. خلاص خلاص خلاص. وهذا صحن التمر وضبطناه.
احلى تمر محشي باللوز، يعني فاخر من الاخر. اقطع ابليسك تنزيرين وحده انت ووالده. اتحداك يا شيخ. طيب دقدق على ابو فالح قل له جايينك. ابو فالح ابو فالح ابو فالح، هذا ابو فالح. السلام عليكم. العم ابو فالح. هلا والله اخوي فالح. انا صالح ولد ابو صالح. جايكم من القصيم، الوالد كازم معي اغرام اجيبها لكم. يا هلا وسهلا، الله يسلمكم. والله الوالد منوم في المستشفى. في المستشفى؟ عسى ما شر؟ ما يشوف شر الوالد، ما يشوف شر ان شاء الله. اجل تدري جايكم للمستشفى. هلا هلا هلا، حياك الله، في امان الله. وش السالفه؟ هذا فالح يقول ابوه مرقد بالمستشفى. طب والحل الحين؟ ما يبي لها مشاور ذي، قول المستشفى، ما انا براجع للقصيم والتمر معي. طيب خليه يرسل لك موقعه بالوات. ما شاء الله تبارك الله. مرقوق وفي المستشفى. شو تحقرون المرضى انتم ولا ما هو انتم؟ ما هو خبركم قولوا لي. عبدو. ايوه. شو لها ودها هناك؟ ابشر سيدي ابوي. هات، وانت ما هو معاك. ما شاء الله. ها؟ شاهي وقهوة ها؟ ما شاء الله تبارك الله، شو تحيل علي ها؟ ما هب مرقة في الثلاجة. يا رجال مرض نفاس ولازم تاخذ الشرب. نفاس؟ الله يقومها بالسلامة، لكن المرقة ممنوع في المستشفى. يا سيدي هيا. عبدو. ايوه. شو اللي ذيها؟ ابشر سيد بويا. ابوك ياك. تمر وفي المستشفى؟ نقول لكم ممنوع، ما تفهمون انتم يا جماعه الخير؟ يا حبيبي لو تدري عن معاناتنا عشان هالتمرات. يا حبيبي ما لي دخل في معاناتك، اقول لك هذا يعقر المرضى، انتم اللغج ما تفهمون؟ تكفى يا ابن الحلال. ما في تكفى، شز النون حاتم سيديام، شز النون الله يستر عليكم. عبده. ايوه. شو المؤتمر هذا؟ ابشر سيدي ابوي. وانت زيد ما هو معك. سلامات سلامات، ما يرى باس الوالد. الله يسلمك، طالع منشر يا عم. الله يسلمكم، ما عرفتكم، من انتو؟ انا صالح ولد ابو صالح، جاي من القصيم، والوالد سلم عليك سلام كثير. الله يسلمك ويسلمه، وشلونه؟ لا ابشرك بخير وطيب، وتراه صفط لك مصفوط خاطر كرتون تمر. تمر؟ لا لا، ما ادخل المستشفى الا التمر، ما بيه. يا جماعة الخير، الوالد ارتفع عنده السكر وبسبته دخل المستشفى. على كل حال كثر الله خيركم وجميلكم وصل. افا هي هي، تعالوا تعالوا، شلوا مصحن حق تمر حقكم. كلاب بالعافية، حلوا فيه بعد ما تطفحون. يا سيدي مش هنحلي، معانا السكر ومعانا الضغط ومعانا ملعقة فاريد، شلوا صحنكم شلكم ربي. اسمع عن دامي وعدت عمي ابو عامر كل محل التمر نشتري مجموعة من التمر ونحطها باربع كراتين وفوقها التمر مع طحينية. جو وراك فرحان كذا. جو على المطبخ. ها عمي عمي ابو عامر. ايه سلامات. ما بقى الا تجيب ميكروفون بعد. اوريه وش انا جايب له، واني راجل عنده وعدي. لا لا، انت من يوم ما مدحك ذاك اليوم وانت ماشي. اسمع الوالد الحين نايم، اهدى من كذا. ها هجل تدري، خلاص صفر ذا. تعال تعال، هو اللي معك اعطيه. وراك مستانس انت عشان اذا قام تفاجأ بهن. تفاجأ بهن ورا ما تكتب كذا بعد بكرت مع تحياتي واشواقي وتحطها تحت الكرتون. والله هالود ودي اصد ودك. ها دزها الملحق. نزل دزها. يلا يا ابوك. 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 يا ابو